مثال تاني مهم جدا برضو الناس بتستعمله علشان تشخص بعض الامراض، حاجه بسميها رامان سبكتروسكوبي، بتنطق رامان. رامان سبكتروسكوبي ده هو سكاترينج اوف لايت، اوكي، ان ويتش ذا سكاترد فوتون داز نوت هاف اتس اوريجينال انرجي بات هاز لوست اور جيند انرجي كورسبوندينج تو ا روتيشن اوف فايبريشن ترانزيشن. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا بتكلم ان انا لو باعت مثلا الفوتون بتاعي ده بلمضه معينه هيرجع لي بلمضه مختلفه، يعني هيحصل له، مش هيحصل له سكاترنج، يعني هيكون ماشي مثلا في الدايركشن اللي هو كده هيحصل له سكاترنج كده، مش بس هيحصل له سكاترنج كده، لا ده هيحصل له سكاترنج كده ويجي لي بانرجي مختلف او ويف لينث مختلف. الكلام ده بيظهر لنا في الكيرفات كحاجه بالشكل ده كده، بيبقى في عندي حاجه يا اما هاير انرجي اور انتي ستوكس فوتون او لور انرجي ستوكس فوتون، اوكي، والاثنين دول في الرامر سبكتروسكوبي معروفين جدا ونقدر ان احنا نبص عليهم ونقدر ان احنا نشخص بيهم بعض الامراض. ازاي الكلام ده؟ يعني ممكن ان انا اطلع السبكترم بتاع الرامان شيفت، يعني كل واحد من من دول اللي موجودين عندي دول اقيس المسافه بتاعته عن الـ عن المين فريكوانسي بتاعتي كام، يعني انا ببعت عند الفريكوانسي دي وبستقبل بعد كده الفريكوانسي اللي جايه لي وارسم الكلام ده فيرسس الشيفت. يعني هنا مثلا الشيفت بتاعي من 741 لغايه 526، اوكي، فبرسم ان هي عباره عن الفرق ده، يعني احط النقطه دي عند الفرق ده. الرسمه دي بقى بتعبر عن حاجه اسمها رامان سبكترم او رامان سبكتروسكوبي، يعني بيبقى فيها يعني كل البايوميديكال سبستنس او كل البايوكيميكال سبستنس الموجوده في الجسم تبقى مابت عند مكان محدد. فانا ممكن بيها، والحقيقه بعض الريسيرش اتعمل فعلا الموضوع ده، ممكن اعمل بيها حاجه تعمل لي حاجه زي فيرتشوال بايوبسي. لو انا مثلا في بعض الاورام مثلا في الحاجات اللي هي سوبرفيشال ممكن احتاج فيها ان انا اخد بايوبسي، اي بايوبسي يعني اخش جوه الجسم واخد قطعه من الورم نفسه واطلع بيها واعمل لها تحليل. انا ممكن ما اعملش الكلام ده لو عندي رامان سكاترينج، ممكن انا اميت لايت، يعني اميت اني انفراريد راديشن او ريد راديشن مثلا عند الويف لينث ده واقيس السبيكترم بتاع الرامن سبكتروسكوبي دوت، ومنه اقدر ان انا اعرف اذا كان في ورم ولا ما فيش ورم. كل ورم طبعا بيبقى فيه مجموعه من الكاركترستيك بيكس، ومنها اقدر اعرف فعلا اذا كان في عندنا الورم الفلاني ده موجود ولا مش موجود. بيبقى في حاجه زي ماركرز كده او سيجنتشرز لكل مرض، ممكن ان انا وانس ان انا بصيت عليها في السبيكتروم اقدر اتعرف اذا كانت موجوده ولا مش موجوده. فممكن اعمل بيها حاجه زي فيرتشوال بايوبسي كده للايه، للاورام المختلفه. ده مهم جدا وابتدى يبقى له ابلكيشنز في في البايوميديكال انجينيرنج، وده الحقيقه في بعض الرسائل اتعملت عليه وفي بعض الابحاث عملت عليه فعلا واثبتت ان هو فعلا فيري افكتيف ان هو يتعرف على حاجات كتيره جدا جوه جسم الانسان. ممكن طبعا يتعمل جوه الجسم، وممكن طبعا لو احنا عندنا سامبل بره ممكن برضو في منتهى البساطه تتعمل يعني.